انا معايا على التليفون مهندس هاني زاده، عضو مجلس اداره نادي الزمالك. يا باشمهندس هاني اهلا وسهلا بكم، مساء الفل. مساء النور والفل والياسمين عليك يا قيم. اخبارك؟ اخبار معاليك ايه؟ الحمد لله بخير، نحمد ربنا سبحانه وتعالى. يا رب دايما يا رب دايما. طيب اخبار الملف اللي انا كنت بتكلم مع حضرتك فيه ايه؟ نبتدي بريكاردو الاول. احنا مسمينه الحقيقه مستشار مرتضى والعبد الله مسمينه ملف الكابوس، انت زي ما انت قلت صح. الكابوس الكابوس اللي بيجي بالليل ده، لانه فعلا مش تبعك، قال عن حاجه لما تلاقي حاجه انت مش مسؤول عنها ومش اخطائك، وتلاقي نفسك عمال تدفع نتيجه اخطاء، واللي دفع واللي تسبب في الاخطاء دي ولا هو هنا ولا هو هنا. احنا كانوا 15 لعيب يا ابراهيم، كانوا 15 لعيب ما شاء الله، 15 لعيب. على مستوى كام مجلس اداره بقى؟ على مستوى كام مجلس اداره؟ على مستوى مجلس اداره ممدوح عباس فقط لا غير؟ يعني ممكن يبقى هو، لان العقود اتمضت في مجلسه. طيب ماشي، عظيم. عقود اتمضت في مجلسه. طبعا بقى تفضل العمليه متعلقه بعد كده لغايه تعدي مجلس فلان ومجلس علان، لكن الاساسي مين؟ اللي مضى العقد. عظيم. اللي مضى العقد. 15 لعيب اجنبي. 15 لعيب اجنبي ومصري، هو كان في منهم المصريين، كان الكابتن عبد الواحد السيد. ايوه. ما كانش بيقبض خالص من ممدوح عباس. ايوه. كان الكابتن احمد سمير ما كانش برضه بيقبض خالص منه. كان الكابتن محمود فتح الله ما كانش بيقبض برضه خالص منه، وحسين ياسر محمدي. وحسين ياسر محمد. احنا اخر حاجه كان المستشار مرتضى خلص موضوع محمود فتح الله لما راح له هو كابتن مجدي وثروت سويلم. ايوه ثروت سويلم. خلصوا الحمد لله. يعني الولد خد اللي اخده وتنازل عن بتاع 50% وبياخد الباقي على اصاب. عظيم. اخر حاجه كنا برضو في 15 12 جالنا ريكاردو. ريكاردو ده كان يا ابراهيم عليه حكم اعتقد ب1.5 مليون دولار تقريبا، ايام حتى المحامي اللي كانوا جايبينه كان جايبينه المحامي نصاب اسمه مازيلي، كان بياخد قد كده وكان ما شاء الله دايما يخسر القضايا. طبعا لما جينا احنا بقى ايام مستشار مرتضى في 2014 غيرنا المحامي ده خالص وجبنا اللي هو مستر كريسبو. كريسبو ده على فكره من اشهر المحامين في العالم، ده اللي خلص موضوع نيمار والله الفتره الاخرانيه. وكان في ايقاف 4 سنين على 4 ماتشات توري على ميسي في المنتخب الارجنتيني، شالوا برضه الايقاف اللي هو ال4 ماتشات دول. كويس قوي كويس. ومعنا طبعا نصر عزام واشراف مستشار مرتضى بصفته القانونيه كمان غير صفه ان هو رئيس النادي. حلو. اللي بيضايقك يا ابراهيم انك بتدفع حاجات انت مش تبعك.